هو الصحراوي. شي 40 عام شي 40 سنه وانا ندب. المهم حلو اللي داروا معنا مزيانه، ماشي زعما داروا معنا اللي بغى يقدر يخلصها عطاني يخلصها، اللي بغى يدير الكريدي يديرو، ما مزوش على بنادم ولا داكشي داز مزيان، ماشي زعما كل واحد مشى بخاطرو، ماشي زعما بزز عليهم ولا شي حاجه. انا دابا بالنسبه لي انا دابا انا كاري، انا كاري دابا راه 6 شهور دابا باش خرج لي البون وانا كاري دابا. ان شاء الله ما بقى والو قد ما فاش غادي ناخذ السوارشات تاعنا في صغيرات في الريف وندخل نسكن انا والوليدات. ماشي بقى ساكن هنا؟ لا احسن والله تحسن اخويا، شنو قتلت مع الطوب اخويا، الطوب دايره فينا حالة هنا الصراحه تما، ثاني الوليدات اللهم تما احسن من هنا، بحال البنيه اللي تعيش مع الوليدات ديالك وداك الشيء احسن من المصاعد مزيان. كارين حيت باقي ما عطاهمش كريدي، هازين حنا الكريدي انا منهم باقي ما عطاوناش. لا واش عندك الارض ولا عندك براكه؟ كانت عديها براكه. ايه واش داروا معاك؟ عطاونا الشقه، راه باقي ما عطاوهاش لينا حيت هازين الكريدي باقي ما طالقوش لينا. كيفاش هاد الكريدي هذا؟ يعني على حساب البنك، ما باقي ما ساعدوناش، الدافع اليوم انا عجوج. وشحال خصك باش يطلبوا؟ اش حسبوني انا ب 11. عندك غير جوج؟ عطيتي غير جوج؟ هي اللي عندي. دونك البنك اش تقول لك؟ كتقول لك بلاتي تسنى، احنا باقيين كنتسنى. وفين ساكن دابا؟ كاري. شحال؟ كريت ب 30,000. فين؟ هنا في عينتي. دابا انت تتعرف هذا الحي شحال من سنة هو كاين؟ راه حي راه كثير، راه جاي 40 عام وحنا ساكنين فيه. هو معروف بكاريان جامايكا. جامايكا جامايكا، انا في جامايكا. جامايكا. دابا اش تطلب من المسؤولين؟ ودي انا ما كنطلبها، يطلقونا يعطونا السوارت وصافي. ديال الدار؟ ديال الدار باش تسكنوا حيت عكاري ما عندناش. وش بزاف د الناس بحال بحال هذا الشكل عندي بزاف د الناس. لا صحابك وشحال؟ 100 200 شحال؟ اكثر من 200 غتكون شي 4000 ولا اكثر ديال الباشا كله باقي ما عطاوها السوارت. الامل ديال الهديم راه دابا اللي خلص كاش كيعطيو السوارت، واللي ما اللي هاز كريدي كيقول لي سير تسنى تتوافق ليك البنك وراه باقي داك الشيء بحالك. ولكن الهديم داز مزيان، ما كان لا صداع لا كاين لا صداع لا والو، داز مزيان داك الشيء. كيجيو يتلاقاو بك؟ كيتلاقاو بك. حاجه مزيانه للناس. فيها من فيها بنادم باش يسكن السكن، ما بقاش السكن الاقتصادي. ولا بالنسبه للناس كان باش يكون نقى. نعم. تولي الدنيا منقيه شويه. تتعرف هاد الحي هادي شحال هذا التاريخ ديال هذا قديم، ولكن انا جيت انا دابا في 2006 لقيتو هنا. لقيتيه؟ اذا دابا غادي يطلعوا عمارات، غادي عمارات يوليو المشاريع فين يخدموا الناس. فهمتي؟ نعم. غيوليو دابا. وهذوك اللي كانوا هنا اش داروا معاهم؟ حولوهم للتسخيرات. عطاوهم شي محل؟ قالوا لهم حيت اللي كاين اللي بنيين عطاوهم فين يسكنوا، الاخرين قالوا لهم سير تكري وتتسالي الديور ديالكم يتبناو. والهديم تم بسلام؟ ما كان لا عنف لا عنف لا والو، كل شيء مشى راضي. راضيين. داروا مالي الارض، خداو الارض. خداو الارض والاخرين خداو بارتمان ديالهم. بالاشراف ديال السيد الوالي يعني درت واحد الرقم قياسي في هذه عمليه الهدم، يعني في اكبر الدواوير اللي عرفتها اللي كيعرفها الاقليم. نقدر نقول لك يعني بالارقام الارقام الرسميه اللي كنواكبوها مع 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 الداخليه والسلطات الاقليميه، تقريبا وصلت 99% ديال 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 الهدم، يعني اكبر الدواوير اللي كانت معروفه بهم، خصوصا جماعات تماره، لان تماره كتعد من ثاني عماله من بعد الدار البيضاء في دور الصفيح،
يعني المستوى الوطني ما بقيناش الحمد لله كنتميزوا بهذا العدد، لان هاد الارقام كلها يعني ولينا في الباديشي، لان بقات تقريبا اون ديزان اللي بقى يعني المشارف الانتهاء ديالها في هذه الايام هذه. والميزه الثانيه هو انه كان فرق مقياسي، يعني تقريبا شهرين ديال واحد العمل يومي، يعني صباح مساء ليل، ما فيهش لاغي اللي قامت به وزارة الداخلية عن طريق السلطات الإقليمية والشؤون الداخلية ديال على مستوى العمالة، دائما يعني بواحد الإشراف ديال السيد الوالي اللي كان مواكب العملية عن قرب. فالحمد لله مرت فرق مقياسي ومن غير يعني إشكالات اللي كتعرفها دائما عمليات الهدم في المواجهات وهذا. فكانت بعض الامور اللي كانت طفيفه جدا، ولكن الحمد لله يعني مرت في عمليه يعني بسلاسه وحققت الهدف ديالها. اذا حسب الارقام اللي كاينه عند السلطات الاقليميه، فكاين تقريبا 22000 مناج، يعني 22000 سكن غير لائق اللي كان خص الهدم ديالو، يعني ما يقارب تقريبا واحد ما بين 80 و 100000 عائله اللي غيتم الترحيل ديالها، يعني في مناطق مختلفه واساسا من الصخيرات، يعني هي المستقبله في برنامج يعني كبير ديال وزارة الإسكان مع يعني شركاء عديدين من أجل إعادة الإسكان، يعني شركاء ما بين وزارة الإسكان الجهة العمالة من أجل إعادة الإسكان. هذه العملية ديال إعادة الإسكان فهي زعما بناء على الاتفاقيات اللي كانت يعني موضوع شراكة ما بين الجماعات، ما بين هاد الشركاء كاملين والمؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية وكذلك الحكومة عن طريق وزارة الإسكان. فكانت فيها اتفاقية ديال هاد الإعادة اللي غادي تكون الاستفادة يعني بواحد النوع آخر من الاستفادة اللي ما كناش كنعرفوه يعني قبل في البرامج ديال سياسة المدينة، وهو يعني السكن الاقتصادي، ماشي يعني اللي كيسوى 25 مليون 250 ألف درهم، يعني ب 60 متر كاري بعمارات بلاسانسور، يعني فيه واحد الامتيازات اللي ما كانتش قبل. هذا السكن هذا فدائما كتبقى يعني نفس المساهمه ديال الثلث اللي كتكون عند المستفيد بنفس الطريقه اللي دائما يعني كانت مرصه اللي كانت خططتها الدوله وحطتها، انه كيكون واحد التطبيق اللي كيكون بسيط ما بين 20000 حتى 30000 كيختلف ما بين لي ميناج على حسب زعما الامكانيه ديالو ديال التسبيق. ومن بعد كتحاول ديك 100000 درهم كتحاول كديرها له على 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 قرض، يعني باتفاقيات مع 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 الابناك. كاينين اشكالات يعني من ناحيه المواكبه الاجتماعيه، هنا كيجي الدور ديال الجماعات الترابيه. نقدر نقول حتى بالنسبه للعبء على الجماعات الترابيه كان كبير. نقدر نقول لك مثلا نعطيك بعض المعطيات الارقام، مثلا غير جماعه التمارة في هذه السنين هذه كامله اللي كانت دات وصلت 30 مليون ديال الدرهم اللي كتخلص على الماء على 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 السكن غير اللائق، لانه كي مرتبط بالسقايات مرتبط بالجماعه، والجماعه اللي كتخلص هذا المبلغ المالي للموزع ديال الماء. هذا المبلغ المالي كيتخلص كل سنه، يعني دير معايا 30 مليون ديال الدرهم اللي كتخلص كل سنه على الماء، بالنسبه لسنين شحال من مشاريع استثماريه كانت ممكن ان تستفد منها الجماعه. لليوم ولات هاد الميزانيه هذه الان عند الجماعه اللي ممكن انها دير بها مشاريع اجتماعيه لهاد المستفيدين من اجل اعاده الاسكان ديالهم، من اجل يعني المواكبه الاجتماعيه. لان اليوم كيف ما قلت كاين عندنا الاشكالات اللي خصنا نواكبوها حنايا كجماعات ترابيه، وهو الادماج ديالهم في المدن في المحيط، واللي خاصهم يعني مرافق عموميه من اجل يعني الترفيه، خاص كذلك من اجل اعاده التاطير ديال واحد، لان واحد الوسط مختلف تماما ديال المعيشه ما بين دور الصفيح وما بين يعني وسط يعني بالنسبه لهم يعني فيه واحد النوع من يعني شي حاجه جديده اللي كنقولوا على 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 الساكنه. بالنسبه للمدارس ففقط كاين الاشكال ديال هاد الشهور ديال اخر السنه اللي حنا اليوم كمجلس عماله، بما انه
من الاختصاصات الذاتيه ديال مجلس العمل هو النقل المدرسي. فاحنا كنناقشوا يعني ابتداء من خصوصا في هذا الشهر هذا اللي باش يكونوا فيه الامتحانات والنقل، على اساس نحاولوا نوفروا النقل ما بين الصخيرات وتماره، لان اللي باقيين كيقراو في تماره ومشاو سكنوا في الصخيرات فكاين اشكال ديال النقل اللي غنحاولوا نواكبوه. بالنسبه للصحه كاين مراكز اللي كانت درت على اطار المبادرات النيه البشريه، واليوم يعني كان اجتماع ديال اللجنه الاقليميه للمبادرات النيه البشريه اللي ذكرت فيها هذه النقطة اللي حاولنا ما أمكن على أساس خاص المزيد من المشاريع ديال التنمية البشرية وديال المواكبة الاجتماعية في هذه المناطق اللي غيتم فيهم إعادة الإسكان. كذلك النقل يعني غادي يكونوا خطوط أخرى اليوم كيناقشها السيد الوالي، بما أن النقل حنا يعني التدبير ديالو فهو على مستوى الولاية والسيد الوالي هو اللي واقف عليه، من أجل خطوط أخرى لهذه المناطق فهو كيناقشها مع النقل المفوض، يعني اللي عنده النقل تدبير النقل المفوض. بالنسبة للنقل الحضاري كيف ما قلت النقل المدرسي، فاحنا دوزنا اتفاقيات ديال النقل المدرسي غير في الاسبوع اللي داز كمجلس عمله، لانهم الاختصاصات الذاتيه ديال المجلس واللي خدينا فيها هذه النقطه بعين الاعتبار. شكون مزيانه ياك الحال عندك من متر كاري؟ ما عرفتش الدار، ما عرفتش شحال فيها من بيت؟ ما عرفت فيها جوج بيوت والصاله. دابا شريتيها كي درت كي درتي تاخديتيها؟ وراه جابوا لنا البرارك وعطاهم لينا. شرينا ماشي شحال شريتيو؟ نعم سيدي. شحال تقريبا؟ 11 مليون. هاد الحي كي داير؟ هاد الحي مزيان بعد هاد الساعة. ياك. هاد الساعة مزيان. الأمن فيه؟ فيه الأمن كيدور. كاين الضواو في الشوارع؟ أييه. كاين المركوب؟ المركوب لي شوية قليل. المركوب قليل. نهضروا على المعقلون، المركوب قليل. بغينا الهدون. والمدارس. والجامع بعيد منا شوية. والسكينة تخصها تكون تاهي، ما كاين شي طلب للسكينة تاهي، تخلي المحل نقي، تخلي الجرادية نقية. معلوم معلوم كل داكشي خاص نقاو، إلا ما كانش شي حاجة نقية راه ما كاين والو. هذاك الزبالة ما عندنا ما نديرو بها. ما تتفكروش ديروا شي جمعية اللي تولي تتكلف بالصيانة أنا متنا أنا باغي، واحد آخر كتراي عليه ما يبغيش، ما يقبلش لك هادشي. المحل سيدي مزيان. بعدا سميت الحي هذا؟ الحي بساتين، حي السكتور 7، العمارة 10، الرقم 1. أحسن من البراكة، أحسن من البراكة اللي بغى يدخل سوق راسو بسبب المشاكل، راه أحسن من البراكة. تعاونوا معايا الناس، والمرة ديالي كان عندي واحد البيت جات باعتهم وخلصت. دابا هاني مع راسك؟ هاني باقا تابعين غير واحد 174 ألف ريال ديال المطيرة. شخص تيتا؟ اه الشيء اللي كاين. كاين شي وليدات ولا انت ومالك؟ انا مزوجه وعندي واحد وليد معايا. عايشين معاك؟ لا البنت مزوجه. اييه. والوليد عايش معايا.